حازم، اللي حصل ما بيننا ما كانش عشان خاطر الفلوس ولا مستوانا الاجتماعي اللي اتغير، مش حقيقي. انت قلت ان في حاجه كبيره اتكسرت ما بيننا، وانا لو رجعت لك دلوقتي هيبقى فعلا عندك حق، وهتفهم ان انا رجعت لك عشان خاطر مستوانا الاجتماعي اتحسن وانه بقى معك فلوس وفي وظيفه احسن، وده مش حقيقي. ايوه يا ريم، انا عارف انه مش حقيقي، عشان كده طلبت نقعد نتكلم ونحاول نوصل لحل مع بعض. متأخر قوي يا حازم، انا همشي النهارده من البيت وهروح اقعد عند ماما، ويا ريت تخلص الاجراءات اللي ما بيننا بسرعه من غير ما الاولاد يحسوا بحاجه عشان خاطر ما يتأثروش. باي باي يا حازم. ايه يا ريم، خلاص مفيش فايده يعني ولا ايه؟ معلش يا طنط، صدقيني كده احسن لينا كلنا. دي ده خدي اخوك يا حبيبتي وخشوا جوه. حاضر يا لله، يلا يا طبيب. اسمعي يا ريم، انا كنت ساكته الفتره اللي فاتت يا بنتي عشان مقدره اللي انت فيه، بس أنا وقفت معاكي في كل تصرفاتك لغاية آخر لحظة. المرة دي بقى أنا مش عارفة أبقى معاكي. يا صمت أنا تعبت. تعبتي من إيه؟ ما كل ست بتتعب مع جوزها وأولادها وبيتها. أنتوا لا أول ولا آخر اتنين يحصل لهم ظروف ويتخانقوا. بس هو عمل إيه؟ رمى عليك يمين الطلاق وهو متعصب؟ غلطان، ما قلناش حاجة. بس هو ندب وفاق لروحه ورجع لك، وبقى عارف مصلحته ومصلحتك ومصلحة ولاده. في إيه بقى؟ يا صمت أنتوا ليه مش عايزين تفهموا؟ أنا لو رجعت لحازم دلوقتي هيفهم إن مشكلتي معاك كانت مشكلة مادية، وده مش حقيقي. مين اللي قال كده؟ دي كانت فترة وعدت خلاص. يا عبيطة، ده أنا بقول عليكي عاقلة وجدعة. كنتش عارفة بقى إنك عبيطة قوي كده. أنا عبيطة؟ عبيطة؟ أنا بني آدم عادية، من حقي أبقى عبيطة وأنهار وأتعب. عادي يا طنط عادي. حقك، ما قلناش حاجة. بس أنتِ بتحبيه وهو بيحبك. عارفة أنا لو شك لحظة واحدة إن أنتوا ما بقيتوش تحبوا بعض، كنت وافقتك على العبط اللي انت فيه ده، ويمكن كنت شجعتك كمان. بحبه يا طنط، بحبه دي اصلا كلمه قليله، انا بموت فيه. بس برضه يا طنط اللي اتكسر بينا مش حاجه قليله، سهل كده تصلح في يوم وليله. خلاص استهدي بالله واغزي الشيطان وخشي اوضتك. يلا حبيبتي يلا دخلي حاجتك جوه. معلش يا طنط انا اسفه قوي. ثانيه واحده يا عم فرحات. معلش يا عم فرحات، ممكن تاخد الشنطه دي تنزلها لي تحت؟ حاضر يا هاني، والله اول ما كلمتيني طلعت على طول. الله يخليك يا عم فرحات. استنى يا عم فرحات، سيب كل حاجه مكانها وتشكرين تعبناك معانا. اي امر ثاني يا استاذه؟ ربنا يخليك يا عم فرحات. يا طنط والله العظيم انا ما عايزه ازعلك، بس انا فعلا لازم امشي. مفيش مشاكل يا عبيطه، يا عبيطه ما تكبريش المشكله اكتر ما هي كبران. حسن الله لا يقدر ما نعرفش نصلحها تاني. يلا يلا خشي لولادك. يلا يلا استهدي بالله، عايزه تتقمصي تقمصي يعني. اتفضلي. يا عبيط دي بوسه. يلا ربنا يهديكم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.